النيوكي. النيوكي اصلا مكرونه، حاجه شبه المكرونه بتعمل بالبطاطس، بس احنا هنعملها باليو بالبطاطا. احنا عايزه اسلق هنا بطاطس، بطاطا. هنبدا بالبطاطا. عندنا البطاطا قطعناها كيوبس، مش لازم تبقى مقاس معين، بس احنا عاملينها مقاسات متساويه عشان تتسلق في نفس الوقت. احط شويه ملح في ميه السلق. احنا البطاطا انا متهيألي عندنا شويه مجهزين اهو. هنعمل ايه؟ هنهرسهم. هنهرسهم كويس قوي. هننقلهم بس في بول اكبر. انا ساعات بحس ان ده اسهل في الهرس، اذا تحبي تجربي هنا وتنقليه سهل كده يخلصنا. نجيب الهريسه. البطاطا هرسناها كده كويس. دلوقتي هنحط التابيوكا فلاور او دي التابيوكا. اوكي، ممكن لو عايزه بديل ممكن احط اللوز، دي اللوز او دي جوز الهند، برضو ممكن يتعمل في البيت بمنتهى البساطه، سهل يعني. اوكي، هقلبه كويس. طبعا هو بالايد هيبقى اسهل. هحط واحده صفار بيض، هنحطها في كيس حلواني. اوكي، مع يلا نحطها. يلا خلينا نشتغل على طول. اوكي. احنا مجهزينها اوريدي في بايبنج باج. عايزه نحطها هنا ولا احط؟ هنحط بس السيليكون مات. فين سيليكون؟ تمام. انا بحب استخدم دايما السيليكون مات عشان الحاجه ما بتفك، ما بتلزقش. هنعملها ممكن تتشكل باي طريقه الواحد يحبها، بس انا بحبها. هي النيوكي عاده بتبقى مقاسها صغير على قد اللقمه يعني. خلصنا النيوكي وهندخله، مش كده؟ بالظبط، هندخله الفرن دلوقتي. هندخله وهياخد تقريبا تلت ساعه في الفرن، تلت ساعه لنص ساعه برضه. اوكي. طبعا النيوكي برضه ليه مليون صوص، بس انا ده اكتر صوص بحبه مع النيوكي. هو ببساطه بحط شويه زيت زيتون. انا دلوقتي حطيت الطماطم على الثوم. اوكي، ده توميتو بيست، في انا حاطه فيه ريحان وزعتر من قبل كده. هحط عليه شويه كريم تشيز. انت عايزه اخفف لك النار شويه؟ بليز. جبنه كريمه. الاجبان زي ما قلت هي مش كل انواع الباليو بتسمح بيها، بس اللي هو اسهل واحد. بالظبط، اسهل واحد بيسمح بيها، وبيسمح كل ما الجبنه كانت اقدم كل ما كانت احسن له. طبعا، لان هي بتبقى مخمره، فبيبقى التخميره بتاعتها دي البكتيريا بتبقى مفيده للجسم عامه يعني. وهنعمل دلوقتي لحمه علشان نقدمها، ما هم الناس دي لازم تاكل لحمه كتير، صح؟ بالظبط. احنا عندنا هنا قطعه ستيك. اوكي، انا بحب دايما ان انا اعملها بطريقه بسيطه جدا عشان احس بطعم اللحمه. فانا بحب احط شويه زيت زيتون عليها او زيت جوز الهند. انا بحب زيت جوز الهند اكتر الصراحه، بيدي طعم خفيف. انا هحط زيت زيتون، هعمله معلش برضو. طعمه زي ربيعي كده. بالظبط، طعمه حلو قوي. انا بس هحط الزيت على كل النواحي، وبعد كده هرش عليها رشه ملح. الملح والفلفل لازم يترشوا قبل ما احط الحاجه على النار على طول عشان ما تطلعش الميه بتاعتها. وأحط برضو رشة فلفل. وانت مسخنة الطاسة مموتاها يعني. بالزبط. دي نار مسخناها قوي. ما بحبش احط الزيت في الطاسة عشان بضيع نصه، ما احطه على حتة اللحمة. بالزبط. وبيتشرب في حتة اللحمة. بالزبط. بيدخل جوه النسيج، والنسيج بيشرب الزيت في الطاسة بيتحرق. بالظبط، وبيروح كله. فانا هحطها دلوقتي. صوت بقى، عايزه اسمع. بصي، خلاص حلو قوي. هي علشان هنا بس نشفت كده كده كده، لسه ميديم رير. خليني لسه ميديم رير كده. طيب لسه سن. سيبها شويه، هي الطاسه سخنه حتى وإحنا بعيد عن الفرن. الطاسه سخنه. ممكن نغطيها عشان يلا تبدا تستيم بس سنه برضه. لا مش مشكله، هنحطها دايركتلي على اللحمه. حطها على طبق
مؤقت، بلاش طبق التقديم. احنا النيوكي طلعناه، هو النيوكي بقى ماسك، يعني هو نفسه بقى ناشف من بره بس من جوه طري، يعني هو لسه فيه طراوه من جوه. اوكي، فاحنا ايه رايك في طعمه؟ حلو قوي. انا هنزله دلوقتي في الصوص اللي بالطماطم والكريم تشيز اللي احنا عملناه. اقلب على بعض. بليز. يلا جو اهيد. احنا استنينا طبعا في الفرن لحد ما بقى من تحت لونه جولدن.